مش تضرب يخرب بيت ام اللي يحتاج. بص بقى اهو انت كنت لو قعدنا ندخل الجنة دايوس ما تتحدنيش يا تنخليهم عبرة العين تعالك انت يا جماعة يا شخص مصر العالم اللي هي اوبا في ايدك كده وخلي بالكم وانتوا ماشيين في فضل ماشي امريكاني على انجليزي عشان الانفجار يسيب بتوع الداخليه وبقى.